يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أقوم بأخذ تورق من البنك بمبلغ هل يجوز لي أن أقوم بأخذ تورق من البنك بمبلغ 15,000 ريال من أجل أن أحج، علما أن الحج يعتبر الحج الأول لي أو لأهلي، فأريد الإفادة وفقكم الله. إذا كانت السلعة عند الدائن في ملكه، اشتريتها منه وبعتها على غيره، جاز لك أن تتملكها وأن تحج منها أما إذا كانت السلعة ليست عند الدائن وإنما تتفق معه أولاً ثم يقول لك رح شف السلعة اللي تبي وعلمني بقيمتها، أو هو يشريها عقب ما اتفق معك، هذا لا يجوز، علما أن الحج لا يجب عليك ما دام ما عندك استطاعة. ما يلزمك الاستدانة للحج. نعم.